الكلمة الطيبة. قال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. هذا العنوان، ما هو؟ الكلمة الطيبة. قال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. التفت جيدا. إذن ما هو المثل؟ ألم تر كيف ضرب الله مثلا، ما هو؟ كلمة طيبة كشجرة طيبة. إذن مثل الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة ومواصفات هذه الشجرة: أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذن الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، هذه الكلمة الطيبة التي هي كالشجرة الطيبة، هذه الكلمة وهذه الشجرة أصلهما أين؟ أصلهما ثابت وفرعهما في السماء. إذن الكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن الصفة الأخرى، الميزة الأخرى، هذه الشجرة أو الكلمة، والشجرة والكلمة تؤتي أكلها كل حين، إذن الكلمة الطيبة هي كشجرة طيبة وأصلها ثابت وفرعها في السماء وتؤتي أكلها كل حين. نرجع إلى النص: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذه الآيات، هذا المقتبس من سورة إبراهيم. أقول أولا: تفسير الجلالين، الكلام في تفسير الجلالين. يقول: ألم ترى، أي تنظر، كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أي لا إله إلا الله كشجرة طيبة هي النخلة أصلها ثابت في الأرض وفرعها أي غصنها في السماء. هذا تفسير جلالين. إذن يقول الشجرة الطيبة هي النخلة. المورد الآخر تفسير الميسر، يقول: ألم تعلم أيها الرسول صلى الله عليه محمد وآل محمد كيف ضرب الله مثلا لكلمة التوحيد لا إله إلا الله بشجرة عظيمة وهي النخلة أصلها متمكن في الأرض وأعلاها مرتفع علوا نحو السماء. إذن هذا في تفسير الميسر أيضا يشير إلى أن الشجرة هي النخلة. ثالثا تفسير ابن كثير، يقول ابن كثير: قال ابن عباس قوله مثلا كلمة طيبة أي شهادة أن لا إله إلا الله. إذن الكلمة الطيبة الآن عندنا هي كلمة التوحيد، الشهادة لا إله إلا الله، كما في تفسير الجلالين وكما في تفسير الميسر وكما عند ابن كثير.
إذن يقول ابن كثير قال ابن عباس قولهم مثلا كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة وهو المؤمن. إذن هنا أتى عنوان آخر معنى آخر للشجرة الطيبة وهو المؤمن. هناك كانت النخلة كشجرة طيبة أي المؤمن أصلها ثابت أن يقول لا إله إلا الله في قلب المؤمن وفرعها في السماء يقول يرفع بها عمل المؤمن أو يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء وفرعها في السماء أي يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. هذا ابن كثير يروي هذا المعنى عن ابن عباس. ويكمل ابن كثير يقول وعن ابن عباس كشجرة طيبة قال هي شجرة في الجنة وقوله تؤتي أكلها كل حين قيل غدوة وعشية وقيل كل شهر وقيل كل شهرين وقيل غير ذلك. قال ابن كثير والظاهر من السياق أن المؤمن والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمرة في كل وقت في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار. إذن تؤتي أكلها كل حين صار لها أيضا عدة معاني. إذن الكلمة الطيبة لها عدة معاني، الشجرة الطيبة لها عدة معاني، تؤتي أكلها كل حين أيضا لها عدة معاني. ابن كثير يقول كل الأزمان يقول لا يزال يوجد منها ثمرة في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار. كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت في كل وقت وحين بإذن ربها أي كاملا حسنا كثيرا طيبا مباركا. هذا الكلام عن ابن كثير. الآن هنا كلام لا أعرف هل سجلت هذا المعنى الذي سأقوله الآن تعليق على كلام ابن كثير، إن سجل سنتذكر وإن لم أكون قد سجلت فهذا يكون عبارة عن تعليق إضافي حتى لا أنسى أسجل هذا أولا. إذن أولا أقول لابن كثير ماذا يقول؟ يقول والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة، إذن المؤمن مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمرة في كل وقت، إذن شجرة يوجد منها ثمرة من صيف أو شتاء أو شتاء أو ليل أو نهار. إذن التفت جيدا، إذن هذا التشبيه بأي شيء؟ بشجرة تحمل ثمار وتعطي الثمار تنتج الثمار يقطف منها الثمار يؤخذ منها الثمار في كل الأوقات. يشبه المؤمن بهذه الشجرة يقول كذا المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت يرفع له عمل صالح. إذن يقول كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح. إذن مثل العمل الصالح بأي شيء من أجزاء الشجرة؟ بالثمرة. إذن لا يزال يوجد منها ثمرة في كل وقت، وهنا يقول يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار. إذن العمل الصالح هو مثله بالثمرة. أنا فقط هنا تعليقي هنا أقول الشجرة تعطي ثمرة، من المستفيد من الثمرة؟ هل الشجرة تستفيد من الثمرة أم غير الشجرة هي التي تستفيد من الثمرة؟ طبعا غير الشجرة، الناس تأكل الثمرة، البهائم تأكل الثمرة، الإنسان والحيوان يأكل الثمرة، الشجرة لا تأكل الثمرة، الشجرة لا تأكل ثمرتها. إذن هذا المحتمل نحن لا نريد أن نقطع على المقابل التفكير، لكن هو كاحتمال هذا الاحتمال هذا التشبيه هذا التفسير هذا التأويل الذي طرحه ابن كثير غير تام. تشبيه عمل المؤمن
ثمرة الشجرة غير تام، لأن الشجرة تعطي الثمرة، تمنح الثمرة للآخرين، والعمل الصالح للإنسان ترجع فائدته ومصلحته للإنسان، للعامل، للشخص. هذا أولا. إذا تشبيه ابن كثير، تفسير وتأويل وتشبيه ابن كثير غير تام. ثانيا أقول ذكروا عدة معاني للشجرة، ذكروا عدة معاني للشجرة الطيبة، منها النخلة وجوز الهند، أي أيضا نخلة جوز الهند، النخلة وجوز الهند، أي شجرة جوز الهند. وقالوا كل شجرة تثمر وتعطي ثمرا طيبة، وقالوا شجرة في الجنة، وقالوا قلب المؤمن، وقالوا الشجرة هي المؤمن. كما ذكرنا قبل قليل ابن كثير قال مثل الشجرة والثمرة بالمؤمن وعمل المؤمن. إذن أقول ثانيا ذكروا عدة معاني للشجرة الطيبة، منها النخلة جوز الهند، كل شجرة تثمر تعطي ثمرا طيبا، شجرة في الجنة، قلب المؤمن، المؤمن. كما ذكروا عدة معاني للكلمة الطيبة، منها الكلمة الحسنة، ومنها الطاعة والعبادة لله، وقالوا الشكر والثناء لله، وقالوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وقالوا الكلمة الطيبة أي القرآن، وقالوا الإيمان. أقول ونضيف لذلك معاني محتملة أخرى، وللمتلقي الحرية والاختيار في القبول أو عدمه دون تكفير وإباحة الدم وعرض مال. إذن سنذكر في النقاط اللاحقة نضيف بعض المحتملات، من شاء فليقبل ومن شاء فليرفض، دون تكفير وإباحة الدم وعرض ومال. إذن ثالثا أقول كيف تؤتي الشجرة أكلها، كيف تؤتي الشجرة أكلها كل حين، وهل يوجد على وجه الأرض شجرة تعطي ثمارها في كل الفصول والشهور والأيام والساعات، بل والدقائق واللحظات، في كل الأزمان وفي كل بلد ومكان، حتى مرة تطرح النخلة، ومرة تطرح جوز الهند، ومرة يقال كل ثمرة كل شجرة تحمل ثمار. إذن أقول كيف تؤتي الشجرة وكلها كل حين، وهل يوجد على وجه الأرض شجرة تعطي ثمارها في كل الفصول والشهور والأيام والساعات، بل والدقائق واللحظات، في كل الأزمان وفي كل بلد ومكان. رابعا بالتأكيد لا يوجد، وإن وجدت شجرة وافترضت فأين هي وأين ثمرها أو ثمرتها، فأين هي وأين ثمرها وأكلها، فأين هي وأين ثمرها وأكلها الذي تعطيه كل حين. وإذا وجدت فما هي وأين هي، فلا يوجد مكان وبلد في الأرض إلا وهو فاقد لأشجار مثمرة توجد في غيره من بلدان. إذا ما يوجد مكان على الأرض إلا وهو يفتقد لأشجار مثمرة ولثمار لهذه الأشجار، وإلا وهو فاقد لثمار لعدم وجود الأشجار فيه وهي موجودة في أماكن أخرى. أقول وإذا وجدت فما هي وأين هي، فلا يوجد مكان وبلد في الأرض إلا وهو فاقد لأشجار مثمرة توجد في غيره من بلدان، فكيف تؤتي أكلها للجميع حتى لسكنة البلدان الأخرى وفي كل حين ولجميع الطالبين. إذن أقول رابعا بالتأكيد لا يوجد ذلك، وإن وجدت الشجرة وافترضت فأين هي وأين ثمرها وأكلها الذي تعطيه كل حين، وإذا وجدت فما هي وأين هي، فلا يوجد مكان وبلد في الأرض إلا وهو فاقد لأشجار مثمرة توجد في غيره من بلدان، فكيف تؤتي أكلها للجميع حتى لسكنة البلدان الأخرى وفي كل حين ولجميع الطالبين. خامسا قوله تعالى وفرعها في السماء، يمكن أن يكون إشارة إلى أن ثمارها وأكلها ظاهر للعيان،
هذا القول وفرعها في السماء يمكن أن يكون إشارة إلى أن ثمارها وأكلها ظاهر للعيان وفي متناول أي إنسان وفي أي وقت ومكان. فما هي هذه الشجرة وأين هي؟ سادسا، ظاهر المعنى أن الشجرة تعطي ثمارها للآخرين وليس لنفسها، فهي خير وبركة وعطاء لمن يقصدها ويطلب منها ويأخذ منها. ومن الواضح أن المعاني المحتملة للكلمة الطيبة موجودة، هذه التي ذكرناها قبل قليل، المعاني التي أشار إليها المفسرون العلماء. أقول من الواضح أن المعاني المحتملة للكلمة الطيبة موجودة، لكن لا يمكن تصور إتيانها للأكل بالكيفية التي ذكرناها، بل واقع الحال يثبت خلاف ذلك من حيث استغلالها في التسلط والظلم والقبح والفساد والقتل وسفك الدماء كما فعلها أهل النفاق والزندقة، فادعوا الإسلام ورفعوا كلمة لا إله إلا الله شعار الإسلام فتسلطوا، إذا رفعوا شعار الإسلام رفعوا كلمة لا إله إلا الله فتسلطوا بها على رقاب المسلمين والمستضعفين، فأوقعوا فيهم أقصى أنواع وأقصى أنواع الظلم والفساد والإفساد، فصارت وبالا ونقمة على الناس. ولا نتصور أن ذلك يندفع بإدعاء أن أي إنسان مؤمن يمكن أن يتحمل ويحمل الثمار ويعطي الثمار والأكل الطيب، لكن بنظرة فاحصة. إذا نقول سابعا، ولا نتصور أن ذلك يندفع بالدعاء أن أي إنسان مؤمن يمكن أن يتحمل ويحمل الثمار ويعطي الثمار والأكل الطيب، لا نتصور هذا يندفع. لماذا؟ لأننا بنظرة فاحصة إلى عموم المؤمنين فإننا نجد ونتيقن أن المؤمن منهم لا سعى ولا شمولية ولا دوام لقوله وكلمته وإيمانه، لا في حياته ولا بعد مماته، فلا يمكن أن يتحقق به ومنه وجود الشجرة والكلمة الطيبة بالمواصفات الإلهية القرآنية التي تكون فيها خيرا ورحمة العالمين جميعا، تؤتي أكلها كل حين. إذن هذا سابعا، نقول إذا أتيت بإشكال أو تقول ممكن أن يتحمل المؤمن هذا الأمر كما قال ابن كثير، قال المؤمن والعمل الصالح، فقلنا كيف مؤمن وتجعل الشجرة لكي يرفع العمل الصالح؟ الآن نريد ثمار للناس للعباد للآخرين، إذن نسلم بهذا، إذن نحتاج ثمار للآخرين. الآن من الذي يتحمل؟ نقول على هذه الأطروحة، على أطروحة ابن كثير يقول الشجرة هي المؤمن. الآن اختلفنا مع ابن كثير بأن الأعمال تصعد وترتفع أعمال المؤمن، الآن لا، خير يصدر من المؤمن من هذه الشجرة يصدر إلى الناس، يستفيد منه الناس، خير يكون في متناول الناس، في متناول أيدي الناس، في كل مكان في كل زمان. هل يوجد مؤمن؟ هل ممكن أن نتصور هذا؟ نقول بنظرة فاحصة إلى عموم المؤمنين فإننا نتيقن بأنه لا يوجد شخص يتحمل هذه المسؤولية ويؤدي هذه الأمانة بالمواصفات قلنا الإلهية القرآنية التي تكون فيها خيرا ورحمة العالمين جميعا، تؤتي أكلها كل حين. ثامنا، إذن وجود وتحقيق الإخبار والوعد والقانون الإلهي لا يمكن تصوره إلا في إنسان مؤمن. إذن مع عموم المؤمنين، مع عموم الناس، مع عموم المؤمنين قلنا لا نتصور هذا. إذن ما هو الحال؟ نقول إذن ثامنا، إذن لابد من وجود إنسان خاص له ميزة خاصة، له مواصفات خاصة، له قدرة خاصة، له منزلة خاصة،
له سلطة خاصة، له تكوين وجعل إلهي خاص. إذن أقول ثامنا، إذن وجود وتحقيق الإخبار والوعد والقانون الإلهي لا يمكن تصوره، لا يمكن تصوره إلا في إنسان مؤمن مخلص ومخلص ومسدد ومؤيد من الله تعالى، ومؤيد من الله تعالى. وهذا المعنى ينطبق ويتجسد بالرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وفي قلبه الشريف وكلمته المقدسة التي فيها الأكل والخير والرحمة، التي فيها الأكل والخير والرحمة للعالمين، وفي كل حين. ويكتمل القانون والوعد الإلهي. الآن قلنا النبي، تصورنا هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما بعد النبي ماذا نفعل؟ أقول ويكتمل القانون والوعد الإلهي بالامتداد الشرعي التكويني للنبوة الرسالية الإلهية، فيأتي دور الخلافة والإمامة والخلفاء الموعودين 12 وخاتمهم المهدي من ذرية إبراهيم وولد فاطمة بضعة الرسول عليهم الصلاة والتسليم. قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال ومن ذريتي قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا في سورة البقرة. تاسعا تفسير العياشي، العياشي أو العياشي. إذن عندي تاسعا عندي تفسير العياشي وعندي الكافي وعندي تفسير القرآن للقمي، تفسير القمي. إذن تفسير أليف تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام، عن الإمام الصادق عليه السلام، في قوله تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة، ولا ننسى أن الكلام في الكلمة الطيبة. يقول العياشي عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هذا مثل ضربه الله تعالى لأهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا احتمال يضاف إلى الاحتمالات التي ذكرت في كتب التفسير، من شاء فليأخذ به ومن شاء فليرفض، هذا الخيار له، لكن قلنا دون اعتداء، دون تكفير، دون سفك دماء، دون انتهاك أعراض، دون سلب ونهب الأموال والممتلكات. يقول الإمام الصادق عليه السلام هذا مثل ضربه الله لأهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولمن عاداهم. هذا ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هذا لمن؟ لأهل البيت. يقول الإمام عليه السلام ولمن عاداهم، هو قوله تعالى، أي المثل لمن عاداهم ما هو؟ إذن يقول الله سبحانه وتعالى مثل لهم ومثل لأعدائهم، يقول ولمن عاداهم هو قوله تعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. باء الكافي عنه عليه السلام أنه سئل عن الشجرة في الآية، فقال عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصلها هذا هو أصلها ثابت. إذن يقول الإمام سلام الله عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصلها، وأمير المؤمنين علي سلام الله عليه وأمير المؤمنين عليه السلام فرعها، والأئمة ذريتهما أغصانها، أي الأئمة من ذرية النبي ومن ذرية علي هم أغصان هذه الشجرة،
ولا أما ذريتهما أخصانها. ما هي الثمار يا مولاي؟ يقول: وعلم الأئمة ثمرتها، وعلم الأئمة ثمرتها. التفت جيدا، لاحظ، هذا هو الصفاء، هذا هو النقاء، هذا هو المنبع، هذا هو الأصل، هذه هي المعاني الإلهية، هذه هي النعمة الإلهية بولاية أهل البيت سلام الله عليهم، والتشرف بما ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم. إذن يقول: الثمار، هذه هي الثمار، هذا هو الكلام، هذا هو الحق، هذا هو النور. إذن هو العلم، الثمرة هي العلم، الثمار هي العلم، هي العلوم، هي الفتوى، هي الأحكام، هي الإرشادات، هي التعاليم، هي الكلمات التي تصدر عن أهل البيت سلام الله عليهم، عن النبي، عن أمير المؤمنين عليه السلام. يقول: وعلم الأئمة ثمرتها. جيم تفسير القرآن القمي، تفسير القمي علي بن إبراهيم، عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال سلام: سألته عن قول الله: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال عليه السلام: يعني بذلك ما يفتون به، يعني بذلك ما يفتون به الأئمة، ما يفتون به الأئمة شيعتهم من الحلال والحرام. إذن هي العلوم التي تصدر من أهل البيت سلام الله عليهم.